أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي توصل إليها مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يميل لمصلحة الولايات المتحدة، كونهم استفادوا من ميزة كبيرة لسنوات عديدة، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين، والذي يرى ترامب أنه يمثل خسارة لبلاده.